Good morning, fourth. How are you today? We will do exercises page 26 in the pupil's book. Exercise number one, find the endings and write the letters. كمل أو جد نهاية الجمل واكتب الحرف المناسب. عندي هون ست جمل يا مس، بدي أوصلهم بنهاياتهم هون نهاية الجملة. عندي number one، سام won، سام ربح. التكمل المناسب إلها هي حرف letter C. His chess game against Ben، يعني سام ربح لعبة الشطرنج مقابل بن. Beats dad took، والد بيت التقط، الكلمة المناسبة a photo، التقط صورة. Number three، the choir sang، الفرقة الغنائية غنت. الكلمة الجملة المناسبة إلها number three اللي هي F، funny songs. إذا the choir sang، الفرقة الغنائية غنت a funny songs، أغاني مسلية. Number four، Mrs. Hall told the choir، السيدة هول أخبرت الفرقة الغنائية about a singing competition، حول مسابقة الغناء. Number five، in Anna's animation a girl threw، في رسوم المتحركة تاعت أن الفتاة ترمي a girl threw a ball، الكلمة المناسبة هي a ball. Number six، in Danny's animation a fish made bubbles، في رسوم المتحركة تاع داني السمكة تصنع أو تعمل bubbles، فقاعات. طيب هلا عنا exercise number two، ask and answer، يعني هون كون سؤال وإجابة حسب الصور اللي عنا هون. نطلع أول إشي على المثال اللي عنا على الصورة هاي. هون في عندي question وفي عندي هون answer. Did Anna go to chess club؟ هل أن ذهبت إلى نادي الشطرنج؟ طبعا حسب الصورة هون no she didn't، لا لم تذهب إلى نادي الشطرنج. she went to computer club، ذهبت إلى نادي الكمبيوتر حسب الصورة اللي عندنا هون. إذا هون بدي أعمل نفس نمط السؤال، بدي أجاوب بنو أنفي وأكمل الجملة، أصححها زي كأني بدي أصحح الجملة. هون في عندي number one، في عندي beat وswim وslowly. هون السؤال مش كامل، حاطين لك إنه هون كون سؤال. عندي beat اللي هو subject الفاعل، swim اللي هو verb one الفعل في التصريف الأول، وعندي هون slowly تكملة الجملة، الكومبلمنت تكملة السؤال عفوا. هلا هون إيش الإشي الناقص عندي في السؤال؟ كيف بدي أبدأ السؤال؟ إذا بدي أبدأه بديت، لازم أحط قبل beat did، يصير did beat swim slowly، هل سبح بيت ببطء؟ والإجابة بتكون no he didn't.